من باريس عبر سكايب ينضم إلينا أحمد كيلاني مراسل الغد. أحمد، ضعنا في تفاصيل احتجاجات الأسبوع 26 للسترات الصفراء وأهم أماكن تجمعهم اليوم. نعم، تظاهرة السترات الصفراء في باريس التي انطلقت في باريس من ساحة جوسيو وصلت قبل قليل إلى آخر نقطة لها عند مكتبة فرانسوا ميترا في الدائرة 13. التظاهرة سارت بشكل هادئ وسلمي، لم يكن هناك أي مواجهات مع قوات الشرطة، ولكن أعداد المتظاهرين كانت قليلة جدا جدا. ربما كانت هذه المرة هي أقل مرة يشارك فيها نشطاء السترات الصفراء في تظاهرة باريس. أيضا في مدينة نانت كانت تتوجه الأنظار اليوم إلى مدينة نانت من أجل خروج تظاهرة كبيرة، ولكن أيضا أعداد المتظاهرين في مدينة نانت كانت أيضا قليلة، لم تكن على مستوى التوقعات. جرت بعض المواجهات البسيطة في مدينة نانت مع قوات الشرطة الفرنسية التي استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. محافظ المدينة كان قد قال بأن حوالي 500 شخص من المتطرفين اليساريين سوف يتواجدون في تظاهرة مدينة نانت اليوم، وحذر من وقوع اشتباكات مع قوات الشرطة ومن مهاجمة مؤسسات الدولة، مشيرا إلى تكثيف الإجراءات الأمنية في المدينة تجنبا لأي أعمال تخريب وتكسير. من الواضح جدا بأن السترات الصفراء اليوم فشلت في استعادة زخم التظاهرات. العديد من المراقبين هنا في فرنسا بدأوا يتحدثون حقيقة عن قرب نهاية هذه الحركة بعد مرور 6 أشهر على انطلاقتها منذ 17 من نوفمبر الماضي. شكرا جزيلا لك أحمد كيلاني مراسل الغد، كنت معنا عبر سكايب من باريس.